إلى المقاتلة المجهولة، إذا لم تغيري وجهتك سأضطر لاتخاذ الإجراءات الضرورية. اشتباك. هذه هي HMS ديرينج، أول سفينة مدمرة جديدة بنيت في بريطانيا منذ عام 1985. يرتفع برج مراقبتها عالياً فوق سطحها، وهي واحدة من ست مدمرات مثلت قفزة نوعية في التقنية البحرية. بوصفها جزيرة، برزت بريطانيا كقوة عالمية من خلال فتح البحار وبسط سيطرتها عليها. رغم تراجع الدور البريطاني في العالم، فإن البحرية الملكية تعتقد أنها ما زالت قادرة على التأثير في أركان العالم الأربع. أصبحت البحرية بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها في القرن الواحد والعشرين من خلال سفينة حديثة وتقنية لم تشهدها البحار من قبل، بدلاً من هذه السفن القديمة التي تجاوزها الزمن. كيف استطاعت هذه المؤسسة القديمة التكيف مع العالم الحديث؟ تبدأ قصتنا وحكاية حياة ديرينج في مارس آذار عام 2003. منذ البداية صممت بمقاييس ضخمة وأحدثت ثورة في صناعة بناء السفن التقليدية. اشترك أكثر من 10,000 مقاول لإنجازها. أصبح حوض بناء السفن خطاً لتجميع القطع. كانت السفن فيما مضى تبنى وتثبت بالبراشيم والمطارق، أما الجيل الجديد فيعتمد على بناء الأجزاء منفصلة وبسرعة. يشير الجدول الزمني للبحرية إلى أنه يجب الانتهاء من ديرينج في أقل من 5.5 سنوات. قسم العمل بين 3 مواقع في جنوب بريطانيا واسكتلندا. انتشرت المهام عبر البلاد وراقب الجدول الزمني بشكل مستمر. سيتم جمع الأجزاء سوياً في هيكل طويل واحد هنا في حوض سكوتستون على نهر كلايد، موطن بناء السفن الرئيسي. بينما يتم العمل على استكمال الأجزاء في الفروع عبر البلاد، ينتظر فريق المقاولين بقلق لمعرفة إن كانت حساباتهم صحيحة وإن كانت القطع ستندمج سوية كما وعدوا البحرية. سيبلغ طول الهيكل النهائي 152 متراً وعرضه أكثر من 21 متراً. ستكون ديرينج أضخم سفينة تدشن في حوض سكوتستون. كل ما ينقصهم الآن هو مقدمة ديرينج التي صنعت على بعد 800 كيلومتر في بورتسموث على الساحل الجنوبي في بريطانيا. إنه شهر يونيو حزيران عام 2005. جزء المقدمة النهائي الذي وزنه 900 طن وضع على قارب شحن لنقله إلى اسكتلندا، حيث سيتم جمعه مع بقية أجزاء هيكل السفينة. بينما تتجه المقدمة شمالاً، يستمر العمل على الجزء الأوسط باطراد في حوض سكوتستون. تلحم الصناديق الفولاذية سوية لتشكيل السطح المكون من 13 طبقة.
يتطلب الأمر 600 عامل وعاملة يعملون على مدار الساعة للتقيد بالجدول الزمني. أكثر من 70% من المعدات الرئيسية في بناء ديرينغ حديثة. تعتبر البحرية هذه المعدات رائدة وأساسية ومستدامة في المستقبل، فهي قادرة على استيعاب المعدات الحديثة متى أصبحت متوفرة. أصبح القدم بادياً على مدمرات البحرية الحالية، لكنها تطورت من خلال أحدث التقنيات في عصرها. جابت الأساطيل الملكية عباب محيطات العالم خلال 400 عام من أجل حماية المصالح البريطانية في الخارج. كان سلاح البحرية حاسماً في بناء الإمبراطورية العالمية الوحيدة وإقامة المستعمرات في أركان العالم الأربع. حتى في الحرب العالمية الثانية كان الأسطول الملكي هو الأكبر والأفضل تجهيزاً والأكثر فاعلية في أعالي البحار. البروفيسور إيريك غروف هو أحد المتخصصين بكل ما يتعلق بالبحرية. شكلت بريطانيا أول قوة بحرية في أواسط القرن السابع عشر، وخلال 150 عاماً تطور الأسطول ليصبح الأكبر والأقوى عالمياً، وقد أرسل إلى ترافلغار وأثبت جدارته في الحرب النابليونية. وخلال القرن التاسع عشر حافظت بريطانيا على أفضليتها في البحر، فثبتت هيمنتها العالمية. ولكن في الحرب العالمية الثانية برزت الولايات المتحدة، ومنذ نهاية تلك الحرب أصبح دورنا الرئيسي في أننا الحلفاء الأهم للولايات المتحدة بما يشبه الحلف البحري الأنجلو أمريكي. ربما كانت الانتصارات البحرية مثل ترافلغار أسطورة في المعارك البحرية الكبيرة، لكن التاريخ الحديث يرفع النقاب عن مجموعة من الشكوك في التزام التقنية الحديثة في البحر. كانت هناك 6 سفن ملكية حملت اسم ديرينغ. كانت الأولى شراعية ذات 12 مدفعاً، وقد جنحت عند ساحل أفريقيا الغربي عام 1813، فأغرقت عمداً كي لا تقع بيد الفرنسيين. كانت الثانية شراعية أيضاً وب 12 مدفعاً، وقد خدمت في أمريكا الشمالية وغرب الأنديز لعشرين سنة. سفينة ديرينغ الثالثة كانت مزودة بأربعة مدافع فقط، لكنها كانت شراعية وبخارية، وبنيت من جسم معدني يغطيه خشب الساج والنحاس، وخدمت في أسطول المحيط الهادي ومحطة الصين. ديرينغ الرابعة كانت مدمرة توربيدية، تمتعت لفترة قصيرة بكونها أسرع سفينة على الإطلاق بسرعة بلغت 28 عقدة. والسفينة الخامسة التي حملت هذا الاسم كانت بقيادة اللورد لويس مونتباتن لفترة قصيرة، أغرقت تحت قيادة شخص آخر من قبل الغواصة الألمانية U-23 في شهر فبراير شباط عام 1940. كانت المدمرة الملكية الأولى التي تغرقها غواصة ألمانية في الحرب العالمية الثانية، قضى كل أفراد طاقمها تقريباً. ثم جاءت ديرينغ السادسة وطاقمها الذي يتذكره اليونانيون على جزيرة كيفالونيا بفضل مساعدتهم الإنسانية بعد زلزال عام 1953. الهدف من ديرينغ الجديدة إضافة إلى 5 مدمرات الأخرى من طراز 45 هو استبدال سفن الأسطول القديم من طراز 42 التي صممت قبل ظهور شبكة الإنترنت والهواتف النقالة. كانت المدمرة من طراز 42 أساس الأسطول الملكي منذ أن بدأت بالخدمة خلال الحرب الباردة. شهدت العديد منها أحداث حرب فوكلاند عام 1982 وخلال حربي الخليج. أحد الخبراء الذين خدموا على متن هذه السفن هو الأدميرال المتقاعد فيليب ويلكوكس. كانت حديثة في سبعينيات القرن الماضي عندما بدأت خدمتها، وكانت فعالة جداً حين أرسلت إلى جنوب الأطلسي عام 1982، وقد خسرنا 2 منها، كوفنتري بهجوم جوي بالقنابل وشيفيلد بهجوم صاروخي.
أصيبت البارجة شيفيلد بصاروخ إكسوسيت نتيجة لهجوم شنته الطائرات الأرجنتينية عليها. قررت البحرية إعادة النظر بالأخطار الجديدة التي تتهدد السفن وهي الصواريخ عالية الدقة. دروس حرب فوكلاند كانت نقطة البداية في تطوير مدمرة جديدة مضادة للطائرات طرازة 45. طراز 45 هو ذروة الدروس التي تعلمناها. لو كان لدينا مدمرة من هذا الطراز في وحدة الهجوم لاختلف الوضع بشكل كامل. بعد 9 سنوات ساهمت المدمرات من طراز 42 في الحلف في حرب الخليج عام 91. استطاع القبطان الشاب فيليب ويلكوكس من خلال قيادته للبارجة جلوستر القيام بأمر لم يكن أسلافه في حرب فوكلاند قادرين على فعله، لكن الفرق هو أن سفينته لم تتعرض لهجوم جوي. خلال حرب الخليج الأولى كنت قائداً لبارجة شبيهة بهذه، البارجة جلوستر. كانت مهمتنا مرافقة البارجة الأمريكية ميزوري وفرقاطة إزالة الألغام. نحو 5 صباحاً قام فريق تحليل الصور في الخلف برصد هدف على الرادار قادم من قبالة الساحل الكويتي. اتخذ ضابط الدفاع الجوي الذي كان يجلس هنا القرار بأنه صاروخ على الأرجح. في ذلك الوقت كنت في الأعلى بحجرتي وتوجهت للأسفل. قيل لي خلال 13 ثانية علي اتخاذ موقعي لإصدار الأمر بإطلاق النار أو عدمه. حينها كانت السفينة تبتعد عن الساحل، لذا كان الصاروخ متوجهاً لمؤخرتها، وكان علينا القيام بمناورة لتصبح الراجمة في وضع قادر على الإطلاق من الجهة الخلفية واعتراض الصاروخ. بلمح البصر أدار فيليب ويلكوكس سفينته وأصاب الصاروخ من طراز سيلك وورم. استغرق الأمر 90 ثانية من لحظة الرصد حتى التدمير. نقطة ضعف المدمرة من طراز 42 هو أنها قادرة على رصد وتدمير صاروخين فقط في الوقت نفسه. أما المدمرة من طراز 45 فقد كانت قفزة نوعية، فقد صممت لرصد مئات الصواريخ وتستطيع تدمير 35 هدفاً في الوقت نفسه. من الواضح أن دروس حربي فوكلاند والخليج قد لعبت دوراً كبيراً فيما تعلق بمواصفات مدمرتها الجديدة. بالعودة إلى حوض بناء السفن، وصل المزيد من الأجزاء الضخمة لإكمال أعمال البناء. بدأت ديرينغ تأخذ شكل السفينة. بني كل واحد من الأجزاء 6 بهامش خطأ لا يتعدى المليمترات. كانت بيانات الحاسوب المصممة دقيقة، واندمجت جميع الأجزاء كقطعة أثاث محكمة الصنع. هناك الكثير من أعمال توصيل الأسلاك والأنابيب داخل الهيكل الذي جمع حديثاً. يبلغ طول الأسلاك داخل هذه السفينة 590,000 متر تقريباً. في سفينة على هذه الدرجة من التعقيد على كل قطعة أن تكون موصولة بأحد أجهزة الحاسوب، كما أنها تقوم بخدمات الاتصال والضوء والتدفئة إضافة إلى أنظمة القتال في السفينة. لذا فكل سلك متميز بذاته ويتصل بأداة محددة، ما يسمح في النهاية بتشغيل هذه المعدات وجعلها قابلة للعمل. في 31 من يناير كانون الثاني عام 2006، وفي الموعد المحدد بالضبط، كانت ديرينغ على بعد يوم واحد من التدشين.
مع حضور العائلة الملكية وجب على شخص خبير القيام ببعض اللمسات الأخيرة. هذه عبارة عن لمسات تجميلية بشكل أساسي، إنها من أجل العرض فقط عند التدشين كي تبدو جميلة ومرتبة. سيتم إزالتها عندما توضع في الحوض الجاف بعد تدشينها. إنها تبدو هكذا في الوقت الراهن، لكنها ستبدو مختلفة تماما عندما ننتهي. ستكون جميلة عندما تنتهي. أنت بحاجة إلى الكثير من المهارة لبناء هذه السفن، أمر مدهش ما يستطيعون القيام به، ولكن كما قلت إنها الأولى من نوعها والأكبر على ما أعتقد التي تدشن هنا. لقد مروا بهذا من قبل، ولكن حتى بناؤو السفن الخبراء قلقون عشية إطلاق ديرينج. يمكن للكثير من الأمور أن تسير بشكل خاطئ. عندما تنزلق على السكة سيكون المجال المتاح للخروج من البوابة بمقدار متر واحد، وهذا ضيق. إذا كان المد مرتفعا ولو بنسبة ضئيلة سيصبح الهامش أقل. عندما تدخل الماء بشكل فعلي سنوقفها على بعد 15 مترا من بريهيد، وهي الضفة المقابلة لنهر كلايد. سيمنع ارتطام السفينة بالضفة المقابلة لنهر كلايد بواسطة سلاسل فولاذية تزن مئات الأطنان ومتصلة بأسفل الهيكل. يوجد المزيد من السلاسل من جهة الميناء لتوجيه ديرينج عبر القناة بمواجهة التيار. ستكون السفينة الأطول والأعرض والأثقل والأعلى التي يتم إطلاقها من هذا الموقع، وهذا يبث المزيد من المخاوف في نفوس الجميع. انتهى العمل وتعود القوة العاملة إلى منزلها. حقيقة أن 5 سفن ستطلق من هذا الحوض يعني أن عملهم مضمون إلى ما بعد عام 2012. الأول من فبراير شباط سنة 2006. على الرغم من البرد القارس تجمع العديد من الجماهير عند نهر كلايد. يعتبر إطلاق السفن بمثابة فرصة يحتفل بها السكان المحليون، بينما يمتلئ الحوض بالناس يمكن لمس شعورهم بالفخر. وفي ذلك إشارة إلى بدايات مشاركة البحرية في احتفال إكمال سفينتها الجديدة. انظر إلى الأطفال وبالوناتهم، إنهم بمثل حماسة تقريباً. اليوم هو يوم رائع. يفتتح مراسم التدشين الأدميرال البحري ويست، الذي يعد أحد أكثر البحارين خبرة في البحرية. كان قبطاناً للبارجة أردنت التي غرقت خلال حرب جزر الفوكلاند وخسر 22 فرداً من طاقمه. حافظ على التقليد البحري الجوهري بكونه آخر من غادر السفينة الغارقة. أنا متحمس لأنني أعد بطلاً اليوم. سأغادر البحرية قريباً، وأنا فخور بأننا ضممنا هذه السفن لقواتنا البحرية. هذا يوم صانعي السفن لأنه إنجازهم، وهم يقومون بالحسابات الأخيرة لضمان انزلاق السفينة إلى الماء بأمان، والأمر بالغ الأهمية. فالبحرية الملكية موجودة هنا، واليوم يوم احتفال، حيث تتحول السفينة من مشروع هندسي معقد إلى سفينة حربية. الكونتيسا ويسكس راعية ديرينج موجودة في ميناء غلاسكو لتدشين السفينة. أطلقت عليها اسم ديرينج، وليحفظها الرب ومن يبحر عليها سالمين. بعد أن كسرت الكونتيسا زجاجة الشامبانيا على الهيكل، خيم الصمت بضع ثوان، وسبب ذلك أن ما يثبت السفينة مرساتها التي تحملت ثقل السفينة طوال شهر المنصرف. سنثبت الرافعات الهيدروليكية على المقدمة، وبدفعة صغيرة ستنطلق السفينة مبتعدة. ولكن ما إن تبدأ في التحرك فلا يمكن إيقافها.
المسافة المتاحة عند خروجها من البوابة هي متر واحد أو أقل بقليل. بعد أن دخلت مياه النهر بسلاسة ولم يحدث أي ارتطام عنيف، بدأنا بجرها داخل الماء باستخدام سلاسل الجر. توقفت على بعد 20 مترا من جدار الرصيف، وقد توقعنا المسافة ب15 مترا. هذا مدهش حقا. بعد الانتهاء من المراسيم نقلت ديرينغ مباشرة إلى الحوض، حيث سيتم تركيب بقية تجهيزات الرادار المعقد وبقية الأنظمة الحاسوبية. بعد 18 شهرا فقط سيحل موعد إبحارها خارج نهر كلايد لتبدأ التجارب البحرية عليها. خلال أيام سيبدأ حوض السفن بتجميع المدمرة التالية من طراز 45. أما بالنسبة لديرينغ فحياتها قد بدأت للتو. تدين المدمرة ديرينغ بمواصفاتها المميزة إلى رادارها الثوري الجديد. تتربع هذه القبة عالياً لتمسح الأفق في البحر، وتضم سامسون أحدث رادار بريطاني الصنع. فرانك هاو رئيس فريق تطوير سامسون في شركة BEA Systems Insight. هذا الرادار تقليدي لأنه يحتوي على جهاز واحد للبث وآخر للاستقبال، لكنه في الحقيقة يبث الموجات على شكل مروحة إلى السماء، فإذا اصطدمت الموجات بجسم ما ترتد منعكسة فيستقبلها الرادار ويظهرها على شاشة مشغل الرادار على سطح السفينة. هذه مهمة واحدة، أما الرادار متعدد الوظائف فهو يقوم بعدة وظائف، وما يجعله قادراً على ذلك هو تضمنه لآلاف أجهزة البث والاستقبال خلافاً لأي جهاز في الحالة العادية. طراز 42 يعترض هدفين فقط في آن واحد، أما سامسون فيستطيع اعتراض عدة أهداف في الوقت نفسه ومتابعة عمله في الرصد. يركب على متن السفينة على ارتفاع 36 متراً فوق سطح البحر لكي يكون قادراً على رؤية الأفق، ما يمكننا من رصد التهديدات المحتملة بسرعة كبيرة جداً. والميزة الأخرى في سامسون هي أنه قادر على التعامل مع أي أهداف جوية في السماء، فهو عملياً يمسح الأفق والأعالي بينما يستمر بالدوران، لذا فهو يؤمن نطاقاً أمنياً واسعاً يمتد مئات الكيلومترات، ما يعني أنه لا يحمي السفينة فحسب، بل يحمي كذلك أي قطعة تقع ضمن نطاق قبة الحماية. يزن رادار سامسون 5 أطنان ويقوم ب30 دورة في الدقيقة. السفينة عريضة وطويلة بما فيه الكفاية لتأمين قاعدة مستقرة في جميع الظروف المناخية. يتربع سامسون عالياً على سارية مصممة خصيصاً لتستوعب كافة الأجهزة الإلكترونية ومحولات الطاقة. تصنع السارية في بورتسموث
وستشحن إلى اسكتلندا حيث يتم تزويد ديرينغ بالمعدات اللازمة في الحوض الجاف الخاص بالسفن. شفرات المروحة التي تزن الواحدة منها طنين تقريباً صبت من خليط معدني مقاوم للصدأ. هذه الشفرات هي المسؤولة عن تسارع ديرينغ الذي سيبلغ أكثر من 30 عقدة بحرية، وكذلك عن إيقافها خلال مسافة لا تتعدى 5 أضعاف طول السفينة، تنتصب السارية وسط سطح السفينة. يقوم الرادار بعيد المدى بدعم وحدة عمل سامسون متعددة الوظائف. عندما يتم تشغيله سيكون قادراً على رصد مئات الكيلومترات. ينتصب المدفع آلي التلقيم والتشغيل من عيار 4.5 بوصات على الجزء الأمامي. يرفع رادار سامسون بزنة 5 أطنان فوق السفينة ليركب على السارية بارتفاع يبلغ 32 متراً فوق سطح السفينة. كما هو حال الأعين والآذان، سيغذي الرادار نظام التحكم الصاروخي بالمعلومات. يثبت أمام البرج 48 صاروخاً، حجم واحد منها يعادل حجم غرفة الهاتف. تتلقى الصواريخ الأوامر من رادار سامسون، وهي الدفاع المضاد للطائرات وللهجوم الصاروخي. صمم النظام للتحكم بعدة صواريخ في الوقت نفسه. مع اقتراب إتمام ديرينغ يتزايد التحاق الضباط والبحارة. منذ اللحظة الأولى لهم على متن السفينة لا يخفى على الطاقم الجديد ملاحظة الفروقات، وخاصة تحت ظهر السفينة. المناورة بهذه السفينة أسهل بكثير، كما أن تصميمها أفضل بكثير وممراتها أوسع. إنها أكبر من طراز 42 والتي كانت صغيرة جداً، ولا يمكن فيها لشخصين أن يمرا في أحد الممرات في الوقت نفسه. لأول مرة أخذوا ظروف معيشة البحارة في الحسبان وبجدية. صممت المقصورات لتأوي 6 فقط حتى بالنسبة لذوي الرتب المتدنية. هذه هي المساحة المخصصة لي. هذا هو لوح أستطيع أن أضع عليه ما أشاء من الصور أو أي شيء أرغب فيه، ولدينا كذلك خزانات شخصية خاصة من أجل مقتنياتنا الثمينة، وهناك خزانة شخصية أخرى. لدي خزانة أكبر لتعليق جميع قمصاني وسراويلي، إضافة إلى 3 رفوف ودرج آخر، إضافة إلى درجين خاصين لوضع أحذيتي وما إلى ذلك. لابد أن الأوضاع كانت سيئة على السفن السابقة حتى وجدوا أن هذه الحجرات فسيحة. أصبح بإمكان البحارة ذوي الرتب المتدنية الحصول على حجرات خاصة، وهذا أمر لم أكن أحلم به كضابط خلال معظم فترة خدمتي. أصبحت فرصة الاستحمام هنا 1/12 بدلاً من 1/50 في السابق. لم يكن الأمر هكذا في أيامي، ولكن علي أن أقر بأن نوعية الأشخاص اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه منذ 41 عاماً عندما انضممت إلى البحرية. معظم الضباط الشباب أكثر تركيزاً مما كنت عليه بعمري. هذا هو مكتبي وقمرتي في نفس الوقت، لذا هذا هو مكتبي، وهناك سأضع حاسوبي. يتمتع جميع ضباط الصف إما بحجرة لشخصين فقط أو حجرة فردية. ستجد إذا نظرت إلى هناك مغسلة صغيرة وخزانة ثياب أحتفظ فيها بملابس الرسمية والمدنية، وهنا يقع سريري الذي لم أجربه بعد. من الواضح أن علي القيام ببعض الترتيبات الليلة، يجب القيام بها قبل أن أستقر فيها. شهر مايو أيار سنة 2009، تنسل HMS ديرينغ مبتعدة عن مرساها في ليفربول بعد عطلة أسبوعية جاءت بعد أعياد رسمية. سمح للزوار بالصعود على متن أحدث سفينة في الأسطول لجعل عامة الناس ترى كيف تنفق ميزانية الدفاع. من المتوقع أن السفينة من طراز 45 ستكلف دافعي الضرائب 1 مليار جنيه استرليني. لا يشكل المبلغ الإجمالي المقدر ب6 مليارات سوى نقطة في بحر تكلفة إنقاذ البنوك البريطانية، لكن البحرية تعتقد بأن عليها تفسير النفقات.
انضم ضابط قيادة جديد إلى طاقم السفينة، النقيب بادي ماكليباين، وهو غواص سابق في البحرية وخدم في حرب الخليج مرتين، وقد أشيد بأدائه في حرب الخليج الأولى. إنه وقت مثير جدا بالنسبة إلي وللسفينة، فقد وعدونا بأن قدرتها تفوق التوقعات وتفوق أي مما كان عندنا في البحرية، ووعدونا بأنها ستكون على مستوى متقدم بل على أعلى المستويات، والمثير خلال السنتين القادمتين هو إثبات ذلك. يحتاج الأمر فريقاً مكوناً من 12 شخصاً للإبحار بها خارج ميرزي. يبدأ التسلسل الهرمي بالقبطان، وعلى يمينه يقف الضابط المساعد وهو نائب القبطان، وملاحان مدنيان يعرفان جميع خبايا المد والتيارات. ضابط الملاحة، ضابط المراقبة، موجه الدفة، واثنان من ضباط الصف لمراقبة ما يحدث على الأطراف، وجندي بحرية من أجل رفع وخفض الأعلام في تقليد متبع منذ قرون. يعتقد البعض بأنه تقليد بال من الأيام الماضية، لكن البحرية تعتقد بأنه آمن وما زال فاعلاً. مهمة ماكليباين على متن ديرينغ هي إثبات فاعلية الأنظمة المتطورة التي كلفت عدة ملايين من الجنيهات، وأن طاقمه الجديد يتقن استخدامها. سيقود رجاله ونساءه خلال أسبوع من العمل المكثف في البحر، بينما يتم العمل على ديرينغ وتحويلها إلى سفينة حربية. بعد خروجها بسلام من قناة ميرزي الغدارة وضفافها الرملية على الطرفين، تشق ديرينغ طريقها إلى موقع تدريب الأسطول قبالة الساحل الجنوبي. تأتي طاقة ديرينغ من نظام دفع لم تعهده البحرية من قبل. يولد محركا غاز جديدان طاقة كهربائية عالية التوتر، تستخدم في تزويد محركين كهربائيين لتشغيل كل شيء على متن السفينة. السفينة أشبه بمحطة توليد كهرباء عائمة، ويشرف عليها المهندس والرائد البحري جوليان لو، الذي يحاول دائماً الحصول على أفضل النتائج من محركاته. لدينا هنا نظام دفع كهربائي مدمج، إنها محطة توليد كهرباء ضخمة. لدينا أربع محركات أساسية، محركان يعملان بالغاز، ومحرك في الأمام وآخر في الخلف، ولدينا مولدان، أحدهما في الخلف والآخر في الأمام. تبلغ قوة كل واحد من محركات الغاز 21 ميجاوات. هذه الطاقة كفيلة بإضاءة مدينة كاملة ككوفنتري أو ليشستر. سنتوجه لإلقاء نظرة على غرفة محركات الغاز. استخدمت أنظمة الدفع الكهربائية في البواخر التجارية، لكنها المرة الأولى بالنسبة للبحرية الملكية. لطالما كانت البحرية الملكية في الصدارة وطرحت دائماً التقنيات الحديثة. إذا نظرت إلى الماضي فستجد المدرعات واستخدام المحركات البخارية ثنائية الحركة واستخدام المراوح الدافعة عوضاً عن عجلة التجديف، استخدام محركات الغاز في البحرية، وهي عبارة عن دورة معقدة من عنفات الغاز. والنقطة الرئيسية هنا هي أننا كنا دائماً الرواد في العالم. في الجزء السفلي من الهيكل المغمور تحت الماء تقع إحدى غرفتي المحركات. عند هذه المستويات تكون الأبواب والفتحات محكمة الإغلاق للوقاية من الحرائق المحتملة أو من تسرب المياه. ولت أيام المراجل العاملة بالفحم وقذارتها. هذه هي البيئة الجديدة النظيفة للمحركات العاملة بالغاز، لكنها لا تزال تصم الآذان. نحن الآن في غرفة المحرك الغازي الأمامي للسفينة. هذا الذي يوجد أمامي هو محرك الغاز ومحول الطاقة المتصل به، والذي يولد طاقة مقدارها 21 ميجاوات.
وإلى اليسار منه يوجد المحرك التحريضي المتطور، وهو محرك الدفع الأساسي لذراع التدوير اليساري بقوة 20 ميجاوات. هذا ذراع تدوير الدافع، البكرة الدافعة التي تنقل عزم التدوير الميكانيكي إلى السفينة. وفي الأسفل توجد الفرامل التي توقف ذراع التدوير في حالات الطوارئ. العديد من هذه الصناديق أقل تعقيداً بكثير مما كانت عليه المحركات الغازية من قبل، لكنها أكثر فاعلية بكثير. يترأس جوليان لو فريقاً مسؤولاً عن جميع الآلات من المحركات إلى مكيفات الهواء إلى إدارة مخزون المياه العذبة وانتهاءً بالإضاءة. إنهم يحافظون على جهوزية السفينة للقتال بشكل دائم. تحت تصرفهم نظام تحكم حاسوبي يعد قفزة نوعية بالنسبة للبحرية الملكية. يتم التحكم الآلي بكلا المروحتين من خلال الحواسيب المنتشرة في كل مكان في السفينة، ولكن كل ساعة ينزل أحد المهندسين المساعدين إلى الأسفل ليتفقد سير الأمور بشكل جيد. ديرينغ موجودة الآن في المنطقة المخصصة للتدريب قبالة الساحل الجنوبي لبريطانيا. استدعي الطاقم للمشاركة ببيان موجز بحضور القبطان. إنها المرة الأولى التي سينخرط فيها الطاقم والسفينة بمحاكاة حرب واقعية. هذا اختبار صارم لتدريباتهم ولمعدات السفينة الجديدة. سأقدم لكم موجز الحرب الأسبوعي. المساحة التي علمتها على الشاشة هي مياه براونيان الإقليمية، يسمح لقوات الناتو بدخول هذه المنطقة، أما قوات جينجر فلا. أخطر تحركات العدو هي المفاجئة والمنظمة ومتعددة الأخطار، وذلك في محاولات متعددة للهجوم على سفن الحلف. أريد منكم تحديد مواقع قوات جينجر داخل حدود مياهها الإقليمية. سنواجه غداً أوليفر هازارد بيري المسلحة بثمانية صواريخ، إضافة إلى سي سبايت هيلو المزودة بقاذفة سيزلر أساسن توتمي 7، إضافة إلى هيليكس. هذا يعني أننا سنتعرض للهجوم، لذا فكلنا سنكون عرضة للخطر. لا أريد أن يتم الانقضاض علي غدا، لا أريد لهذا أن يحدث على متن ديرينغ. هل من أحد متوتر؟ أن تكون متوترا يعني أنك حي، لذا أحب توتركم وتعلموا التحكم به واستمتعوا بغدكم. 119 رجلا وامرأة يعدون أنفسهم وسفينتهم لحالة حرب. إنهم مدركون أن الخطر الرئيسي الذي يتهددهم هو الطائرات الحربية والصواريخ. هل سيتمكن رادار ديرينغ الجديد ومتعدد الوظائف من التعامل مع العدد المحتمل من التهديدات المتوقع حدوثها؟ سيتم إغلاق مطبخ السفينة خلال التدريب. بعد هذه الوجبة لن يجد الطاقم ما يأكله سوى ألواح الشوكولاتة خلال اشتداد المعركة. ينهض الطاقم مبكراً في الصباح مستعداً لخوض لعبة الحرب. إنها معركة افتراضية، لكنها ستكون اختباراً قاسياً للسفينة وطاقمها وأنظمة تسليحها. بالنسبة لديرينغ ستكون الفرصة الأولى لتقييم الرادار الجديد متعدد الوظائف عندما تتعرض السفينة للهجوم من الطائرات والصواريخ. تبحر ديرينغ بهدوء إلى موقعها. 3 سفن أخرى تابعة للبحرية الملكية ستقوم بدورها، الفرقاطة نورث أمبرلاند وآيرون ديوك والطوافة الملكية المساعدة فورت جورج. آخر الاستخبارات تشير إلى احتمالية وقوع هجوم جوي وصاروخي في الوقت نفسه.
بينما كان ضابط القيادة يوجه ديرينغ بأمان عبر البحر، وصلت الأنباء عن أن طائرة مقاتلة عدوة تحمل الصواريخ في طريقها إليهم. سيقود القبطان ماكليباين قتال السفينة من البرج، كما أنه سيتوجه للأسفل إلى غرفة العمليات، المركز الحساس الذي تتم فيه مراقبة البيانات القادمة من الرادار والتحكم بمنظومة التسليح. في الأيام العادية يكون أشبه بمركز اتصال، اليوم هو أشبه بصالة ألعاب تعج بأشخاص يحتشدون أمام عشرات الشاشات يقارنون ويزودون البيانات إلى ضباط المعركة. ضابط الدفاع الجوي على متن ديرينغ هو الرائد البحري أنغوس آيزنهاي. هنا نستطيع رؤية كافة بيانات رادارنا وبيانات السونار وغيرها من خلال وصلة النظام، وهي الطريقة التي نتواصل فيها بيانياً مع السفن الأخرى. أسلحة ديرينغ الهجومية هي 48 صاروخاً من طراز آستر تتلقى تعليماتها من نظام التحكم الذي يتلقى البيانات باستمرار من رادار سامبسون. بما أن الرادار يدور بمعدل 30 مرة في الدقيقة، فالبيانات على الشاشة تحدث بشكل مستمر، ومن ثم يتم تلقيمها إلى نظام إدارة المعارك. تعرف هذه العملية باسم أفعى البحر. تنسق أفعى البحر مع رادار سامبسون الذي له دماغه الخاص به وهو فعال. هذا الأخير يراقب بشكل ذاتي سرعة وارتفاع وتسارع وتباطؤ الأجسام القادمة باتجاه السفينة. يشير اللون الأصفر إلى مجهول الهوية، والأزرق يعني صديق، أما الأحمر فيعني أعداء، وهذا يساعدنا لمعرفة فيما إذا كانت هذه السفن عدوة أم صديقة أم محايدة. عندها نستخدم صواريخ أستر التي تنطلق بسرعة 50 كيلومتر في الساعة لإسقاط المقاتلات والطائرات والصواريخ. رجل واحد يعطي الأمر بالإطلاق وهو القبطان. في اللحظة الحاسمة تماماً يتوقف نظام المراقبة والتحكم ونظام إدارة المعارك عن العمل وكذلك الشاشات. فجأة أصبحت السفينة دون أعين أو آذان. ليصعد الجميع إلى السطح، استخدموا المناظير وانظروا إن كان هناك صواريخ قادمة. عاد الطاقم ليستخدم تقنية قديمة كانت لتجعل الأدميرال نيلسون فخوراً جداً، وهي المراقبة بالمناظير. لم يكن تعطل الحاسوب جزءاً من التدريب، بل كان واقعياً. لقد فقدنا الطاقة، يتحقق المهندسون عن سبب فقداننا الجزئي للطاقة. ما زال لدينا مدافع من عيار 30 ملليمتر، لذا نستطيع مواصلة القتال. من الصعب رصد النفاثات التي تحلق على علو منخفض بسرعة تفوق الصوت في هذه السماء المكدرة. أريد رصد هذه الصواريخ قبل أن تصل إلينا. هيا امسحوا السماء. 3:40. تابعوا المراقبة. سرعة عمل المهندسين أدت إلى استعادة نظام إدارة الحرب. يتم إعادة تشغيل الحواسيب وتعود شاشات الجميع للعمل ثانية. عاد النظام للعمل مجددا. طالب الجميع في مرمى البصر بالتعريف عن أنفسهم. حاضر سيدي. شكرا لك. رصد الرادار صواريخ قادمة وأنذر أنغوس آيزنهاي ضابط الدفاع الجوي. أعتقد بأننا نتعرض لهجوم من صخور السماء المدرعة. يطلب الإذن بإطلاق الهجوم الصاروخي. مهمة ديرينغ هي توفير قبة دفاعية بعرض مئات الكيلومترات. تم التصدي للهجوم الأول بنجاح. توقف، لقد اعترضه نظام التسليح، لذا قمنا بإسقاطه. الغارة التالية ستكون مباشرة. في غرفة العمليات تظهر شاشة العمليات الموجة التالية من الهجوم. نزل القبطان ماكليباين من البرج مع بدء الحرب الافتراضية.
استدر فورا وإلا سيتم اعتراضك. غير وجهتك فورا. أهو من طائرات براوني المقاتلة؟ كلا يا سيدي، لكننا سنقوم بهذا دفاعا عن النفس. أعتقد بأننا نتعرض لهجوم متعدد من صخور البحر المدرعة. وقت وصول الهدف هو 3 دقائق. سيدي، أطلب الإذن بالاعتراض. نعم، اعترض. طارت العصافير، صقور البحر إلى الجنوب الغربي، حول. تسارع الأحداث منهك. يواجه الطاقم وحواسيبهم أول اختبار حقيقي في ظروف القتال. لقد أطلقنا العصافير لاعتراض صقور البحر. ألفا ويسكي، هنا دلتا، لقد تحطم الغراب. لديك تأكيدان على نجاح الاعتراض، أين الهدف الثالث؟ لا تتغير أساليب الدفاع الجوي بمجرد حصولك على حواسيب أو رادارات أفضل. كل ما يمكنك فعله هو زيادة مدى النطاق والحصول على دقة أكبر في البيانات التي ستستخدمها في المعركة. هناك المزيد من الغارات. عاد القبطان ماكليباين إلى البرج. يعمل البرج مع غرفة العمليات كفريق واحد. في غرفة العمليات تظهر المزيد من الإشارات الحمراء على الشاشة وتشير إلى طائرة عدوة. تقترب طائرات باتجاهنا وستكون فوقنا خلال 25 دقيقة وهي مزودة بالقنابل والصواريخ. تقترب الطائرة من القوات البحرية بسرعة كبيرة. لم يتم التعرف عليها بعد. أتعقبها من اليمين إلى اليسار. إنها تتحرك بسرعة. لقد اجتازت خط 23. إنها تتجه نحو آيرون ديوك حالياً. لقد عانت آيرون دوك من أضرار بسبب القنابل. طائرة أخرى على بعد 6 كيلومترات. الطائرة الثانية الآن عند إحداثيات 175 على بعد 5 كيلومترات. 3.5 miles. الطائرة الآن على بعد 2 كيلومترات تتحرك من اليمين إلى اليسار. تنقض الطائرة مسرعة على أمل أن تتفادى الرادار. هذا مثال مطابق للهجوم الذي وقع على الأسطول البريطاني من الطيارين الأرجنتينيين خلال حرب جزر الفوكلاند. أصبحت الطائرة فوق آيرون ديوك. انتهى، لقد دمرت تلك الطائرات الآن. توقف عن إرسال تقارير عن هذه الطائرات. مع نهاية الاختبار تكون ديرينغ قد أنهت اختبارا تجريبيا آخر على طريق تحولها إلى سفينة حربية، لكن الطريق أمامها ما زالت طويلة قبل أن تصبح جاهزة تماما. تدل HMS ديرينغ على بداية عهد جديد للبحرية الملكية وخطوة مستقبلية مهمة نحو العالم الرقمي لجيل الحاسوب. يقف التاريخ والتقاليد جنباً إلى جنب مع التقنية الحديثة التي تهيمن على حياة معظم البشر. خسارة العديد من السفن والرجال في حرب فوكلاند ما زالت تطارد البحرية الملكية،
وأخيرا تعتقد بأن لديها الآن سفينة قادرة على منع دفع مثل ذلك الثمن الباهظ مرة أخرى. هناك الكثير من الأمور لتثبتها، ولكن وحتى الآن تقوم بالضبط بما كان متوقعا منها. ما سنكون قادرين على فعله سيغير الطريقة التي تنتشر وتستخدم فيها الأساطيل في القتال. بينما يعتقد البعض بأن الإنفاق على الدفاع هدر للمال، ترى البحرية الملكية أن سفنها الجديدة هي حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى. أنا مصمم على أن تثير هذه السفينة إعجاب البحرية. لا أحد قادر على الجزم بأن هذه السفن لن تكون مجرد مخلفات الحرب الباردة، أم أنها ستكون فعلاً جديرة بما لا يجرؤ أحد على تصوره.